هذا وقد وصل إلى مطار صنعاء الدولية يوم أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارور في زيارة لبلادنا تستغرق 3 أيام. إلى التفاصيل. في زيارة تستمر 3 أيام لبلادنا، وصل صباح اليوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارور إلى العاصمة صنعاء، والتقى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومسؤولي وزارة الصحة، وذلك لتقييم ونقل الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به الشعب اليمني جراء العدوان الظالم منذ أكثر من 4 أشهر. اللجنة الدولية للصليب جاءت للتعرف على الأوضاع ونقل هذه المعاناة جراء العدوان السعودي، بالإضافة إلى سبل توفير تمويل للاحتياجات الإنسانية في اليمن. إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي خلال مقابلته رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن رئيس اللجنة وعد بتقديم الكثير والكثير لهذا الشعب جراء ما تعرض له من قبل العدوان الظالم الذي انتهك قوانين الأمم المتحدة ومواثيقها واستهدف المواطنين ومقدراتهم. الصليب الأحمر سيقوم بمسؤوليته ودوره في التخفيف عن معاناة اليمنيين، والصليب الأحمر هو يعتبر جهة خدمية يقدم العون والمساعدة الطوعية، وقد أخذ على عاتقه في بحسب البرنامج أو الأهداف التي رسمت له منذ تأسيس هذه اللجنة تخدم المواطنين وفي إطار خدمة المواطنين، ونحن بالتالي نتطلع إلى أن يكون له الدور الذي يقدمه للمواطنين في إطار مسؤوليته التي أنيطت بمثل هذه اللجنة. الصليب الأحمر إذا قام بدوره فسيكون إن شاء الله عون للشعب اليمني، وسيقدم الكثير لهذا الشعب، وأعتقد أن لديه برنامج خاص به وأهداف محددة يعمل على ضوءها، مثلا منها إعادة المفقودين، منها تخفيف المعاناة عن الجرحى أو من هذه الأشياء، يعني ولديه في المياه مثلا، هناك لجنة خاصة بالمياه ومشاريع المياه، وأنت عارف أن البنية التحتية في اليمن يعني تضررت بشكل عام من قبل العدوان. كما التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارور المسؤولين بوزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء، وتعرف على تفاصيل المعاناة الصحية للمواطنين في ظل الحصار الظالم الذي منع وصول الأدوية الضرورية للمرضى ودمر البنية التحتية للصحة وخروجها عن الخدمة. هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه اللقاءات وما تمخضت عنه من نتائج في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم غد بمشيئة الله في العاصمة صنعاء.